الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فاجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء الصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون، لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره، إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد،
ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله مولانا العظيم، وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين. اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن، اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن، وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان، أو تحريف كلمة عن موضعها، أو تغيير حرف، أو تقديم أو تأخير، أو زيادة أو نقصان. فاكتبه منا على التمام والكمال، يا مولانا ارزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان، وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان، ولا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان، ونبهنا قبل المنايا عن نوم الغفلة والكسلان، وأمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل الديدان، وبيض وجوهنا يوم البعث، وأعتق رقابنا من النيران، ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثق الميزاننا بالحسنات، وثبت أقدامنا على الصراط، وأسكننا في وسط الجنان، وارزقنا جوار نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وأكرمنا بلقائك يا ديان، استجب دعاءنا، أعطنا جميع ما سألناك به في السر والإعلان، وزدنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم زيننا بزينة القرآن، وأكرمنا بكرامة القرآن، وألبسنا بخلعة القرآن، وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن، وأدخلنا الجنة مع القرآن، وارحم جميع أمة سيدنا محمد بحق القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مونسا، وفي القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى الجنة رفيقا، وبيننا وبين النار سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها
فضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اهدنا بهداية القرآن، وعافنا بعناية القرآن، ونجنا من النيران بكرامة القرآن، وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن، وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن، وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن. يا ذا الفضل والإحسان، يا ذا الفضل والإحسان، يا حنان يا منان، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. سبحان الذي بكت من خشيته العيون، سبحان الذي سجد له المصلون، سبحان الذي أمره بين الكاف والنون، سبحان الذي سبح بحمده الأولون والآخرون، سبحان قاضي الحاجات، سبحان فاطر السماوات، سبحان الذي لا تختلف عليه اللغات، سبحان من أمره بين الكاف والنون، سبحان الذي في السماء عرشه، سبحان الذي في الأرض سلطانه، سبحان الذي في البحر سبيله، سبحان الذي في جهنم سخطه، سبحان الذي في الجنة رحمته، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان ذي القوة والملكوت، سبحان ذي العظمة والكبرياء، سبحان رافع السماء، سبحان الله، سبحان الله عدد الليل والنهار، سبحان الله عدد المستغفرين بالأسحار، سبحان الله عدد ما غرد طير وطار، سبحان الله عدد الشجر والدواب، سبحان الله عدد البحار، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. الحمد لله الذي لم يكن له شريك في الملك، ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا. الحمد لله الذي هدانا للإسلام، وآتانا من أمرنا رشدا. الحمد لله الذي أعد للمؤمنات جنات خالدين فيها أبدا، وأعد للكافرين جهنم لا يخرجون منها أبدا. الحمد لله القائل في كتابه الحكيم، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا اللهم فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر وسوء ما قضيت، فإنك تقضي يا الله ولا يقضى عليك، فإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا اللهم على
على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن أنت الحق يا الله ووعدك حق يا الله ولقاؤك حق يا الله وقولك حق يا الله والجنة حق يا الله والنبيون حق يا الله ومحمد صلى الله عليه وسلم حق يا الله والساعة حق يا الله اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وبك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم يا الله وأنت المؤخر يا الله اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين وهب المسيئين منا للمحسنين اللهم أسلمنا وجوهنا إليك وفوضنا أمورنا إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك رغبة ورهبة إليك يا رب العالمين يا رب العالمين اللهم اجعلنا في ليلتنا هذه من المقبولين اللهم اجعلنا من المقبولين وإلى أعلى درجاتك سابقين واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا يا رب العالمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا وأعز الإسلام بنا اللهم احفظ إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم احفظهم يا رب العالمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم قدم لهم الخير وابعد عنهم الشر يا رب العالمين اللهم اجعل ثأرهم على من ظلمهم اللهم اجعل ثأرهم على من ظلمهم اللهم خذ بهم إلى طاعتك والتقرب إلى دينك اللهم فرج كربهم اللهم فرج كربهم وأنزل السكينة على بلادهم وارحم موتاهم وارحم موتاهم يا واصل المنقطعين ويا منتهي أمل الآملين ويا هادي الضالين ويا مؤنس المستوحشين يا راحم المذنبين ويا معطي السائلين ويا أمان الخائفين ويا جابر المنكسرين ويا غياث المستغيثين يا قاضي حوائج الفقراء والمساكين يا عالم السر والنجوى ويا كاشف الضر والبلوى ويا سامع كل شكوى يا إله العباد يا كريم يا جواد اللهم اغث إخواننا المستضعفين في الصومال فإنهم جائعون فأطعمهم فإنهم جائعون فأطعمهم يا رب العالمين اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة اللهم أعد علينا رمضان
جسدا وعظاما وحرمت على النار جسدا وعظاما. اللهم ارحم موتانا وموتى جميع المسلمين والمسلمات الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم ارحمنا إذا صرنا منهم. اللهم كن معنا إذا زارنا الأهل والأحباب وصار مثوانا تحت الأرض بين الدود والتراب. من لنا يا إلهنا يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما. اللهم نور علينا قبورنا واجعلها روضات من رياض الجنة ولا تجعلنا حفرا من حفر النيران. اللهم ثبتنا عند السؤال. اللهم كن معنا يوم القيامة. اللهم كن معنا يوم القيامة. اللهم ثبتنا إذا نفخ في الصور وبعثر ما في القبور. إليك يا ربنا يومئذ النشور برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعف عنا يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا مطرودا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله.